ناحيتها حلول أخرى للتهجير. نعم، النهارده كيف تعاملتم مع غياب محمود علاء المدافع الأساسي برفقة خالد صبحي في اللقاءين الأول والثاني، والنهارده محمد صالح هو اللي بيبدأ قبل ما حتى يستبدل بمهاجم وقت الرغبة في إدراك التعادل؟ إزاي تعاملتوا مع ده، وكيف تقيم أداء خط الدفاع النهارده كابتن كريم؟ هو حتى حد ما ينكر القيمه الفنيه بتاع محمود علاء، محمود علاء قيمه ثابته، محمود علاء اضافه كبيره للفريق والخط الدفاع خاصه، معناتها يعطي ثقه معناتها للفريق والكل في الملعب. بس اليوم محمد صالح ما خسرش بالرغم معناتها اوكي قبلنا، بس محمد صالح تعرف بعيد شويه عن نسق المباريات، نعم يعني معناتها ما تقدرش تطلب منه معناتها كثير حاجات، بس في المجمل كويس. نحيي اللعابه الكل اللي معناتها عاونوا بعضهم بالكلمه الحلوه معناتها على الملعب، وكيف كيف معناتها يعطيوا ثقه لبعضهم. اجمالا بالنسبه للتغيير، لما كابتن علي خالد طلع معناتها خالد امر، يعني ما احنا طلعنا خف اكثر الضغط. بالضبط، خف الضغط على الخط الدفاعي اللي اعطانا امانه الفكره انه نطلع اكثر للامام ونستعمل يعني نستغلوا المساحات اللي كان يضغط فيها خالد أمر، معناتها نعم. كان جدار صد معناتها قدام خط الدفاع انه يطلع الكره، لما طلع هو استغل من المساحات هذه ورحنا اكثر للامام، نعم. والحمد لله زي ما بيقولوا شفت معناتها اعطى اضافه معناتها جول واسيست الحمد لله. الحمد لله بكل تأكيد على كل شيء. كابتن كريم، قبل ما انتقل لنقاط اخرى بعيده عن الاتحاد السكندري بمناسبه وجودك، لكن شفت ازاي دور جمهور الاتحاد السكندري النهارده في المباراه؟ والله يشوف الجمهور وجوده يفرق كثير مع اي فريق، والكره لعبه جماهيريه، يعني جمهور يعطيها رونق، يعطي اضافه للفريق، يعطي دفع، وذاك علاش الانسان يقول لك اللي يلعب في ملعبه يعني عنده شوي اسبقيه، الاسبقيه معناتها من ناحيه التشجيع. اليوم ما قصروش كما المباراه اللي فاتت نفس الشيء من اول دقيقه لاخر دقيقه. اليوم معلش اليوم اهم، اول حاجه العدد كان اكثر الحمد لله، ثاني ايوه حاجه حتى لما كنا متاخرين في النتيجه الجمهور ما سكتش، يعني صح، شجع فينا وبقى عنده ثقه معناتها في الفريق وفي اللعابه نتاعه، والحمد لله كنا قد الثقه، وان شاء الله دايما قد الثقه ودايما فرحانين ان شاء الله. بإذن الله. النهارده في الدوري الممتاز بنجد مدربين تونسيين أشقاء، وما أحب التوانسة إلى قلوبنا كمصريين بعد ما كنا اعتدنا تواجد كمان لاعبين توانسة في الدوري الممتاز. كلمني عن إحساسك في الدوري المصري كابتن كريم. الحمد لله، شوف انا تقريبا معناتها الانسان يحس نفسه يعني في بلده تقريبا، يعني بدون مجاملات معناها الحقيقه نخدم مرتاحين، الظروف الكل متوفره، يعني الاجواء كويسه الحمد لله، معناتها في اجواء معناتها تقريبا اجواء عائليه الحمد لله، نخدم مرتاحين. بالنسبه للدوري المصري ما معروف انه الدوري المصري معناتها من اقوى الدوريات معناتها في افريقيا، احنا تشوف يعني تقريبا نفس دوريات شمال افريقيا تقريبا تلقى فيها دائما نسبه التنافس عاليه، نفس الدوري التونسي، نفس الدوري المغربي، الدوري الجزائري اللي معناتها اشتغلنا فيهم، يعني نعرفوا اللي في التنافس ديما قوي، فهمت؟ والفرق قريبه لبعضها، يعني الحمد لله معناتها بدايه طيبه، وسنكمل على المنوال هذا ان شاء الله. بإذن الله. على مستوى اللاعبين، علي معلول مع الأهلي توج قبل أيام ببطولة السوبر المصري، بيوصف حتى على مستوى جمهور الأهلي بأنه أسطورة أهلوية، مش لاعب أجنبي بيلعب في الكرة المصرية، بل يوصف بلقب يحبه الجمهور، هو لقب ابن النادي. شايف ده إزاي، وشايف إزاي مسيرة معلول مع الأهلي؟ أكيد علي معلول يعني لاعب من تينا خاصة، يعني خاصة من ناحية خططية، يعني معلول يعني يعطيك حلول، مو اللاعب اللي يطبق بس حرفيا الدور بس، اللي يطبق حرفيا دوره بس يجي يعطيك حلول بالإضافية من عنده، لاعب عن المهارة الفردية بتاعه علي، يعني عنده رجل يسار ما شاء الله خاصة في الكرة السابقة، يعني علي أنت لو عايز في مكان يجيب لك الوقت اللي أنت عايزها، يعني فهمت؟ أيوة. ما شاء الله علي يعني في المنتخب التونسي، يعني نقطة قوة المنتخب، يعني احنا لما ما يلعبش عليه نفقدوا شوية توازن في الخط الدفاعي، وخاصة معناتها في التحول الهجومي. علي المسيرة اللي عملها مع الأهلي قليل أنه لاعب عربي يعمل مسيرة كيف، يعني على مدى سنوات مع فريق معناتها زي الأهلي، وشال معناتها تقريبا أنواع الألقاب الكل قارية ومحلية، تقريبا خذات طباع كيف الكره المصريه وطباع اللاعب المصري، يعني تقريبا كي تقول ابن النادي عندهم حق، يعني تقريبا علي
اصبح ما يشوفوه في تونس كابتن حقيقي. المنتخب. متفقين معاك جدا في النقطة دي. سيف الجزيري على جانب آخر مع الزمالك توج بلقبي دوري متتاليين، وهو لاعب يعني هو ربما تعرف تصفه انه المهاجم الاوحد حتى في الموسم الحالي في الزمالك بعد الموسم اللي فات اللي ساهم فيه باهدافه في الحصول على لقب الدوري. شايف ازاي مسيرته؟ بالنسبة لسيف، تعرف المركز اللي يلعب فيه سيف صعيب، يعني القلب الهجوم، تقدر تعرف الكرة بالنجاعة وبالفاعلية، خاصة بالنسبة للمركز المهاجم يقدر يتحرك يخلق كثير فرص، بس دايما مطالب بالتسجيل، دايما تحت الضغط أكثر من أي مركز ثاني. صح. يعني أنا بالنسبة لسيف بداية كويسة مع الزمالك، إن شاء الله إن شاء الله. أنا دايما أن المنافسة هي اللي تطلع معناتها تعلي في مستوى اللاعب، يعني المستوى الفردي، وبالطبيعه كي يطلع مستوى الفردي يطلع مستوى الجماعي بتاع الفريق، ان شاء الله يلقى منافسه قويه في الزمالك اللي تسمح انه ترفع المستوى بتاعه اكثر، حلو، باش يقدر يعاون اكثر المنتخب ان شاء الله. ممتاز. دي نقطة مهمة جدا، أن يجد المنافسة عشان يعود بالنفع عليه كلاعب وبالتالي على المنتخب. بالكلام عن المنتخب، هل شعرت أو ما زلت تشعر بالقلق من خطابات فيفا، من تهديد باستبعاد تونس، من قرارات وزير رياضة حل الاتحاد التونسي بخصوص مشاركة المنتخب في المونديال؟ أكيد كل إنسان معناتها أمنيته أن المنتخب بتاع بلاده معناتها في كأس العالم، مسابقة عالمية معناتها تحظى بأهمية كبيرة ومتابعة معناتها عالمية. إن شاء الله إحنا نقولوا نتمنوا معناتها أن يصير شيء ونشوفوا منتخبنا في كأس العالم، وعلى سلام معناتها ننافسوا على حظوظنا كأي المنتخبات إن شاء الله.